وهون الإعادة من أسان يلي كمان بيعلى بالعالي أكثر من جودة وبيتخطى دفاع جودة وبيسجل خمس نقاط لغاية هلا لأسان، نقطتين لسمير جودة، والمعركة عم تحمى أكثر وأكثر بين هاللاعبين. أسان بينجح بسرقة الطابة ويقودها مرة جديدة ليسجل سان داي سبع نقاط وبداية هائلة لهاللاعب. 215 ثانية مسجل من خلالهم سبع نقاط ونقطتين بس لسمير جودة لمصلحة الرياضي. شيباني بيعطي ياسر، ياسر بيرد لشربل، شربل بينبش بيعطي خيو، جورج دخل المنطقة وخسر المحاولة بعد تدخل ديكان يلي حط الطابة خارج الملعب لمصلحة الرياضي دايما. وهون شفنا الإعادة، جمال روبنسون بياخذ محاولة ثلاثية رائعة، جمال روبنسون بالوقت المناسب بحط ثلاثيته لينزل الفارق من خمس نقاط لنقطتين 7-5. محمد آشا هو حاليا عم بيتوكل تمرير الطابة لإيليم شنطف، شنطف لفادي الخطيب، الخطيب لآشا من جديد، آشا عم يستدير على نفسه وعم يرتكب أو يعني عم يحصل على خطأ، آشا عم يحصل على خطأ والخطأ ارتكبه اللاعب الرياضي شرب الشيباني لترتفع أخطاء فريق الرياضي لخطأين والخطأين على الأخوين شيباني، واحد لجورج وواحد لشربل. بعد مرور 258 ثانية آشا معه ريباوند واحد وحاليا عنده محاولة أولي على السلة ما بيتوفق فيها آشا، محاولة ثانية كمان لهاللاعب، ثانية كمان ما بيتوفق فيها، لكن العملاق العملاق انداي عم ياخذ الريباوند وكمان عم ياخذ محاولة ويرجع يسيطر على الطابة. مش معقول البداية القوية من أسان انداي. عاشا لانداي داي بطريقة ذكية بزت الطابة وبيجرب يرجع يلحقها وبيجبر سمير جودة انه يرتكب الخطأ. رجعوا شوفوا الإعادة، شوفوا كيف تصرف بالطابة أسان، شاف لاعب الرياضي فاتح اجريه جرب يمرق بين القدمين وحصل بطريقة ذكية عن الخطأ لما حاول سمير جودة يعيقه. الثلاثية لافي كان اسكيت جامب تنتهي خارج الملعب لمصلحة فريق الرياضي. 3 دقايق و25 ثانية على بداية هالمباراة والنتيجة 7-5. جورج شيباني عم بيعطي جمال روبنسون، روبنسون لسمير لشربل لروبنسون من جديد، روبنسون بيعطي سمير وسبع ثواني لتنفيذ هالهجمه. شيباني ادرك هالامر لما طلع بالساعه ودفاع بعده ناجح لفريق الحكمه بينقل لخيو وبهاللحظات بينتهوا 30 ثانيه. اكيد عم تقدروا تشوفوا مزبوط شو عم بيعمل فريق الحكمه بالطريقه دفاع ناجح لفريق الحكمه جبر لاعبي الرياضه ان يحتفظوا بالطابه 30 ثانيه، ومثل ما بتعرفوا بقانون كره السله 30 ثانيه احتفاظ بالطابه بدون التسديد على سله الخصم معناته تيرن اوفر لمصلحه الحكمه. هالتيرن اوفر يترجم بتسديد لاشا لكنه ما بيتوفق فيها اشا والطابه ببوكس اوت من لاعبي الرياضه بتوصل لخارج الملعب لمصلحه فادي الخطيب وفريق الحكمه. اليم شنطف بيسدد من مسافه نقطتين، اليم شنطف واكيد سمعتوا وقع الطابيه اللي دخلت بالسله وبلوك شوت رائع هون لأسان. اليم شنطف كان سجل اول نقطه لإله او اول سله لإله وبذات الوقت عم نشوف محاوله لروبنسون، محاوله من روبنسون هي الاولى من داخل المنطقه من بعد ما كان سجل الثلاثيه. وليد دمياطي بسرعه بيدخل بدل من جورج شيباني وبيوزع طابة ولا أروع على جمال روبنسون يلي عم بحقق ثلاثيته الثانية. جمال روبنسون من تسديدتين سجل اثنين جمال روبنسون وطبعا نزل الفارق لنقطة واحدة من بعد ما كان أربع نقاط 9-5 كانت النتيجة، حاليا 9-8. أسان لإلي، إلي بياخذ كل وقته بيعطي لآشا عن ثلاثة، آشا ايربول من آشا لكن أسان بياخذ الريباوند بمرق طابي لآشا
عشان السلة كمان، ودفاع رائع من شربل شيباني اللي مشان قد بيسيطر على الطابة. صعب جدا عملية الاختراق بهاللحظات. السانع بيجع بياخد اوفنسيف ريباوند. ما فيكم تشيلوا عيونكم ولا لحظة عن المباراة، لأنه مباراة مثيرة جدا 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 جدا. وسمير جودة عم يرتكب أول خطأ. كده شيء رح يسمح لأسان بتسديدتين. الأولي نيش حلق أسان نقطته التامي. وهون عم نرجع نشوف المحاولة الأخيرة لأسان، محاولة تانية غير موفقة لأسان، تبقى النتيجة 10-8. جمال روبنسون بغير اتجاه وبصير تحت السلة. وفي فيتان اسكيتشان كان عم يعترض جمال روبنسون وباعتراضه ارتكب عليه خطأ. مدرب فريق رياضي شريف عزمي عم بيطلب من سمير جودة انه يخرج بعد ارتكاب خطأه الثاني، وبيطلب بدل منه اسماعيل احمد. جمال روبنسون وبخطأ فيتان رح ياخذ محاولتين. حاولتين من المنطقة الحرة، هيدي الأولى بسجلها بكل سعة جمال. 7 نقاط لهاللاعب من أصل 9 نقاط سجلهم فريقه. وفيها السلة الثانية بيعدل الأرقام جمال روبنسون لتصير نتيجة 10-10. محمد آشا بيعطي إليم شنتف. إليم تسديدة غير موفقة وطابة خارج الملعب لمصلحة الحكمي. اللي عم بيعطي فادي الخطيب المرتاح عن 3 نقاط. فادي حلوة كثير، أول تسديدة لفادي بهالمباراة اجت عن 3 نقاط وبطريقة ناجحة. يرجع بيكبر الفريق. طبعا الفريقين كانوا متعادلين 10-10، لكن تسديد فادي عطت التقدم للحكمه 13-10. ياسر بيعطي لاسماعيل، اسماعيل بينبش بيقرر يعطي لياسر يلي كان قريب من السله. تسديده من ياسر بيتوفق فيها ياسر، وهيدي اول سله لياسر حاج بعد 3 تسديدات من داخل المنطقه. 13-12 الفريق نقطه. 10 يستفيد من السكرين، امل له اياه اليم شنتف، بيسدد عن 3 نقاط بدون ما يتوفق. سريعة جدا وناجحة بذات الوقت لشربل شيباني. شربل شيباني عم بيعطي التقدم للفريق الضيف الليلي لفريق الرياضي 14-13، وهيدي أول مرة عم نشوف فيها. شفنا تعادل، شفنا تقدم للحكمة، لكن هالمرة عم نشوف تقدم لفريق الرياضي. اليم شنتف بيفتح طريقه وبيسجل نقطة الرابعة. إليم شنتف وبيرجع من جديد التقدم لمصلحة الفريق الحكمي 15-14. ومرق حوالي 6 دقائق و55 ثانية على بداية الشوط الأول. وليد يعطي لشربل شيباني لإسماعيل عن 3 نقاط، وإسماعيل لاعب ممتاز. إسماعيل أحمد محاولة ثلاثية بيتوفق فيها، طبعا يرد التقدم للرياضي 17-15. طابة مقطوعة، آشا كان حاول يمررها لمشنتف، بيقطعها ياسر الحاج بطريقة ذكية وحلوة. طابة بيتركها العملاق غسان داخل الملعب، لكن بين ايدين اسماعيل يلي نقلها لجمال. اسماعيل مرة جديدة عم بيعطي لشربل، شربل لوليد، ياسر، جمال. 7 ثواني للتنفيذ. جمال بيقرر يسدد عن 3، تسديدته غير موفقة. جمال روبنسون هيدي تالت تسديدة له عن 3 نقاط، سجل 2 وحاليا فشل بوحدة. هون عم نشوف خطأ عم بيحصل عليه اليم شنتف من اللاعب وليد دمياطي. كابتن الحكمي عم بيحصل على خطأ من كابتن الرياضي. بالوقت يلي عم نشوف فيه بدر مكي من ناحية الحكمي عم بيتوجه لداخل أرض الملعب، وسمير جودة بسرعة عم يرجع يدخل أرض الملعب.
بدل من جمال روبنسون. إلي عن ثلاثة كمان من بعد ما أمن له طابة بدر مكي، ما كانت موفقة إلي. على كل حال الطابة بترجع للحكمي، فادي يعطي آشا، يرجع آشا يقرر يدخل المنطقة ويعطي أسان، لكن سوء التقدير بين هاللاعبين محمد آشا وأسان داي بيوصل الطابة لخارج الملعب لمصلحة فريق الرياضي اللي بعده متقدم 17-15، نقطتين لمصلحة الرياضي، وباقي بعد 11 دقيقة و 30 ثانية لنهاية الشوط الأول. شربل شيباني عم بيعطي طابة لوليد، عم بيقطعها بدر وعم بيطالب بزون بدر، لكن الحكم بيقول الطابة بتتكمل لأنه لمسته قبل ما تدخل منطقة فريق الرياضي. مرة جديدة بدر عم يعترض الطابة ويحطها خارج الملعب بآخر 10 ثواني لتنفيذ الهجمة من ناحية الرياضي. إسماعيل أخذ وحاول، لكن بالنهاية صراع على الطابة بينه وبين السان داي، وأكيد رح نشوف. العملية عم تبلش بقوة، شريف عزمي عم ياخذ خطأ فني من الحكم البلغاري لامين سيميونوف، عم بيصفر بسرعة خطأ فني على شريف عزمي. اللي مشندق فوني بطريقة حلوة، عم يسدد على سلته. أكيد الوضع العام وعجقة الجمهور والتشجيع الحار للجمهور بيضيع شوي. اللي مشندق كان فكر حاله بوضع هجومي، لكن إسماعيل أحمد بطريقة حلوة بيقول له ثاني ميلة السلة، وفادي الخطيب هو اللي عم ينفذ الخطأ الفني. محاولة أولى بسجلها فادي، أربع نقاط لفادي الخطيب وريباوند واحد، خمس نقاط لفادي الخطيب، والطابة بذات الوقت رح يحصل عليها فريق الحكمي من خارج الملعب. بدر بحركها، وأكيد فرصة أربع نقاط حصل عليهم فريق الحكمي، صار مسجل منهم اثنين بسبب الخطأ الفني يلي أخذه شريف عزمي. وفي هالسلالوم الرائع عم نشوف محمد آشا عم يدخل المنطقة وبكل قوة عم بيسجل سلته الأولي ويقلب التعادل 17-17 لتقدم لفريقه الحكمي 19-19. جول تاندينج، طابة من ياسر الحاج كان بلشت طريقة نزول لما اعترضها السانداي. ياسر الحاج بيدفع رصيده لأربع نقاط وبيعدل الأرقام 19-19. قرارات حامية لغاية الشوط، لغاية هالوقت من الشوط الأول. حلوة كثير، حلوة على المسطرة بين أسان وآشا. أسان غير موهبة الثلاث نقاط، عم بتبين بهاللاعب كمان موهبة توزيع الطابات أو تمرير الأسيست لزملائه. كان كافي محمد آشا إنه يلمس الطابة حتى يسجلها. آشا ودفاع على ياسر، ياسر بحاول يمرر الطابة، لكن في بدر مكي اللي كان عم يسرق الطابة. الحكم سيميونوف بيشوفها خطأ على بدر، وأكيد هالشي بيتصفر بسرعة، وهذا الخطأ الثاني على فريق الحكمي مقابل خمس أخطاء على فريق الرياضي، وهو الخطأ الأول على بدر. إسماعيل يعطي لياسر، ياسر عم بيقرر يخترق، طابة بيردها لوليد دمياطي، دمياطي عم يخترق المنطقة وعم بيسدد، لكن قصيرة شوي من دمياطي. ياسر عم بياخذ الريباوند، وياسر عم يسجل نقطته أساسي. هيدي الإعادة لتسديدة ياسر. إلي مشنتف قرر هالمرة يسجل عن ثلاث نقاط، نقطة مهمة جدا لفريق الحكمية اللي رجع قلب التعادل مرة جديدة 21-21 لتقدم 24-21. الطابة بيعترضها إسماعيل أحمد وبيوصلها لخارج الملعب من بعد ما كانت لمست لاعبي الحكمي، وتبديل جديد عم بيحصل بصفوف الرياضي مع خروج وليد دمياطي ودخول جورج شيباني. أربعة وعشرين واحدة وعشرين،
شرب الشيباني عم بيعطي ياسر وسمير جودة أخذ طابة حلوة كتير وتعرض على خطأ تعرض لخطأ والخطأ هو ارتكبه إليم شنطف والخطأ الأول على إليم شنطف والثالث على فريق الحكمي النتيجة بعدها على حالة 24-21 الخطأ رح يسمح لسمير جودة أن يسدد مرتين الأولى بسجلها سمير وهذه ثالث نقطة له الثانية ما عم يتوفق فيها وبسرعة أسان بياخذ الريباوند وبيحول الطابة لمحمد آشا آشا بينقلها لإليم شنتف شنتف بياخذ كل وقته بمحاولة تمرير الطابة بيتركها لفادي الخطيب الخطيب عم يجرب يقطع عن اسماعيل لكن اسماعيل كان بوضع ممتاز حتى يسرق الطابة منه ويجرب ياخذها السلة لكن الايزي باسكت ما بتتحقق بخطأ ثاني على بدر مكي ياسر الحاج عم يخرج وعم يدخل بدل منه وليد دمياطي هون بنرجع نشوف الخطأ اللي ارتكبه بدر على اسماعيل الشيء رح يسمح للاعب المصري بصفوف فريق الرياضي انه يسجل يسدد مرتين الاولى ما بيتوفق فيها عنده بعد محاوله ثانيه النتيجه 22 للرياضي 24 للحكمي محاوله ثانيه ناجحه لاسماعيل والفارق بصير نقطه واحده للحكمي 24-23 بدر وضغط هائل من وليد على بدر بمرر لإليم شنتف شنتف بيلو في جورج شيباني قرر يخترق وبيحصل على خطأ من جورج شيباني خطأ جورج شيباني هو الرقم اثنين واثنيناتهم من إليم شنتف اختراقات كابتن الحكمي عم تسمح لفريقه انه يحصل شوي شوي على اخطاء من لاعبي الرياضي حاليا سته اسان بيرجع بياخذ مركزه طابه قصيره من اسان وجورج شيباني بيرجع بيسيطر على الوضع بينقلها لشربيل شربيل طابه بتطول عليه وبتتجه مباشره لخارج الملعب بدون ما يستفيد هو فريقه من اي محاوله ممكنه ولتبقى النتيجه 24-23 اعتراض للطابه من جورج شيباني بحطها خارج الملعب دائما لمصلحه الحكمي إليم شنتف بيسدد ما بيتوفق طابه بتوصل لآشا لفادي الخطيب حاليا فادي دخل بطريقه ولا اجمل فادي الخطيب وبالرغم من مراقبه سمير جوده بينجح بتسجيل نقطة السابعة فادي الخطيب أكيد مدرب فريق الرياضي شريف عزمي عم يطلب وقت مستقطع ونتيجة 26-23 لمصلحة الحكمي كل الجمعة بنشتغل دونت دريبل ذا بول فادي بس تروح انسايد 1 اون 1 كلاش هيدي ات واز فورس برافو جبتها اسان واز ام واز الون هي واز وايد باس تو اسان هي ويل دانك ات اون ذا ايزي باس ذا بول مور اند موف مور وذ ليس دريبل الي بس تلاقي هيدا هون وفادي على السبوت بدل ما تروح من فوت من هون بيجي الهيلب يو سبوت فادي هنا ذا اذر سايد تو وذ مور ذا سيم ايزي كول ات داون كول ات ذيرز نثينج ان ذا جيم إرادة مدرب فريق الرياضي شريف عزمي بتطلب عدم توجه كاميرا ال بي سي صوبه خلال الوقت المستقطع مشان هيك شفنا بس ناحية وحدة من ناحية المدرب غسان سركيس أكيد نحن بنحترم إرادة المدرب وكمان بنتمنى له التوفيق بهالمباراة وليد دمياطي بيعطي ناحية شربل شيباني شربل وليد بيتنقلوا التضييق
يوصل لاسماعيل، اسماعيل عم يستفيد من اسماعيل، امله اياه سمير جوده حتى يخترق المنطقه ويتعرض لبلوك شوت ولا اروع من اسان. اسان عم بيحضر ايزي باسكت ل محمد اشا. هيدا اهميه الدفاع، هيدي هي اهميه الدفاع، دفاع رائع من اسان، بلوك شوت على اسماعيل احمد، امن الطابي طابي سهلي لاشا يلي امتع جمهور الحكمه بدانك، وطابي مره جديده عم يقطعها اشا ويامنها لناحيه فادي الخطيب. الخطيب بيدخل المنطقه بيسدد وبيسجل، وهون عم نرجع نشوف مره جديده البلوك شوت من اسان، واكيد يلي لحقوا من بعدها سلي لاشا، والفارق بظرف ثواني قليله بيرتفع من نقطه واحده لسبع نقاط 30-23. اسماعيل بيستلم بحاول يمرر لجورج، لكن جورج شيباني كان في سوء تنسيق بينه وبين اسماعيل، والطابه مثل ما شفتوها وصلت لاخر لخارج الملعب. بالوقت يلي الي مشنتف بياخذ محاوله الي، محاولته السابعه داخل المنطقه وفق اثنين، ووكن كمان تيرن اوفر جديد عم بيرتكبوا لاعبي فريق الرياضي. وإليم شنتف مثل ما سبق وقلت لكم لغايه هلا مسجل سبع نقاط، وهن عباره عن محاولتين ناجحين من داخل المنطقه من اصل سته ومش سبعه، ومحاوله ثلاثيه ناجحه من اصل ثلاثه. 30-23، ست دقائق وعشر ثواني للنهايه. بدر مكي عم بيعطي حسان لفادي، و عشا بيستلم بيعطي بدر، بدر ياخذ اسيست ولا اجمل، وبنفذه باحلى الطرق بدر مكي. هيدي اول سله لبدر مكي يلي تعودنا عليه عم بيسرق الطابات، تعودنا عليه بمختلف المراكز، وحاليا عم نتعود عليه بالتسجيل. بهالوقت اسماعيل احمد عم بيرفع رصيده لست نقاط بهالسله السهله، و 32-25 رجع الفارق سبع نقاط. حسان عم بيعطي طابه طويله شوي على اليم شنتف، بيصير هو اياها خارج الملعب، وتبديل بصفوف فريق الرياضي. التبديل يخرج من خلاله وليد، وعم نشوف كمان تبديل ثاني عم بيخرج من خلاله شربل شيباني، عم بيدخل بدل منه ياسر وغازي بستاني. جورج شيباني بيتخطى بدر، بدر يلي مهمته اليوم يراقب جورج. غازي ياسر، غازي للثاني ميلي، طابي بيقطعها مثل العادي بدر، وبجرب يلحقها فادي الخطيب لكنها كانت طويله عليه، جرب المستحيل لكنه ما توفق، والطابي سبقته لخارج الملعب لتنتقل مره جديده لمصلحه فريق الرياضي باخر 5 دقائق و20 ثانيه. بالوقت يلي كان لاعبيه الرياضي عم بيحضروا هجمه جديده، وفادي الخطيب بيستلم على السريع بينقل لورا لناحيه قسان، قسان بيموه عن ثلاث نقاط وبقرر يسدد بهاللحظات. قسان رائع، ثاني تسديده عن ثلاث نقاط قسان، وعم بينجح بتسجيلها ليرفع رصيده ل 11 نقطه وتقدم فريقه 10 نقاط 35-25. شو رح يكون رده فعل فريق الرياضي؟ بيترجمها بسرعه ياسر الحاج. ياسر الحاج 8 نقاط وكلهم من داخل المنطقه، 4 على 6 من زيت الموقع على ياسر الحاج، وبالفعل اداء رائع لهاللاعب. ياسر الحاج عم يرجع ينزل الفارق ل 8 نقاط، قسان عم بيحاول يعمل شيء، بينقل طابته لإليم شنتف، إليم شنتف بيتخطى المراقبه بيعطي اشا يلي كان تحت السله اشا، ومحاوله تمرير لفادي الخطيب. وهون عم نشوف خطا ثالث عم بيرتكبه بدر مكي لاعب الحكمة، عم بيرتكب خطأ الثالث كمان مرة جديدة حتى يمنع فاست بريك كان عم يجرب يطبقها جورج شيباني. ينجح بارتكاب أو بتوقيف هالهجمة لكنه بيرتكب خطأ الثالث، وبيرفع أخطاء فريق الحكمة لخمسة. لعبة نظيفة فينا نعتبر، محاولة ثلاثية هون كانت لجمال روبنسون ما بيتوفق فيها جمال. لعب نظيفة لأنه بعد باقي 3 دقائق و50 ثانية وولا فريق من الفريقين وصل لعتبة السبع أخطاء، الرياضي معه 6، الحكمة معه 5، وإليم شنتف عن 3 نقاط،
بالوقت المناسب كمان إلي مشان طب حتى يزيد من معنويات فريقه و 50% نسبة نجاحه عن الثلاث نقاط إلي. سدد أربع مرات نجح باثنين وأكيد عم نشوف الفارق عم يكبر 11 نقطة لمصلحة الحكمي 38-27. غازي عم يتعرض لخطأ من الخلف، الخطأ عم يرتكبه فادي الخطيب وهو الخطأ الأول على فادي الخطيب والفريقين عم بيتعادلوا بالأخطاء. جمال يعطي ياسر، ياسر تحت السلة، مش معقول ياسر ما بيتوقف ياسر الحج تحت السلة. 5-7 هالشي جمع له 10 نقاط ياسر الحج، أفضل المسجلين بصفوف فريق الرياضي لغاية هالوقت. وأكيد نزل الفريق إلى 9 نقاط بهالسلة ياسر الحج. إلي مشنطف بيسيطر على الطابة وبيرجع بلحقها، والحكم بيقول في دبل دريبل على إلي مشنطف. إلي مشنطف يلي أكيد خسر المحاولة، ما كان مقتنع تماما بصفرة الحكم، لكن الحكم كان قريب جدا من إلي مشنطف وشاف مظبوط شو صار مع اللاعب، وبسرعة صفر التيرن أوفر لمصلحة الرياضي يلي حاليا فريق الرياضي بموقع إنه يقلص الفريق بهالهجمة يلي بعد باقي 16 ثانية على تنفيذها. جمال روبنسون، غازي، جورج شيباني لغازي من جديد. روبنسون مستلم بيعطي اسماعيل عن الثلاث نقاط، بيسدد اسماعيل لكن محاولته الثانية ما عم بيتوفق فيها اسماعيل، كان سجل وحدة من لحظات قليلة. إلي مشنطف عن الثلاثة، رائع رائع اليوم كابتن الحكمي عن الثلاث نقاط، خامس تسديدة له عم بيسجل ثلاثة من خمسة، وأكيد نسبة كبيرة، نسبة عم توصل لل 60% لكابتن الحكمي عن الثلاث نقاط. ياسر عم بيقرر يتعملق لكن هالمرة مش عم بيتوفق ياسر، محاولة تسريع الطابة ما بتنجح، بيقطعها جمال روبنسون، وجمال روبنسون بطريقة ذكية جدا عم بيحصل على خطأ من محمد آشا، وهو الخطأ الأول على محمد آشا لكنه السابع على فريق الحكمة. بقي بعد دقيقتين وثانية وشريف عزمي عم بيرجع يطلب وقت مستقطع، وفريقه حاليا متأخر ب 12 نقطة 41-29. أكيد عم تتساءلوا ليش طول هالتايم أوت، لأنه مدرب الحكمي طلب تايم أوت تاني بسرعة، كنا سمعناه عم بيوجه تعليماته للاعبين إنه ما يخسروا الطابات السهلة، وبذات الوقت عم نشوف جون كلود رباط عم يدخل أرض الملعب بدل من بدر مكي. غازي عم بيتعرض لدفاع قاسي، هالدفاع بيوصل الطابة لخارج الملعب دائما لمصلحة الرياضي. إسماعيل عم بيعطي لوليد، وليد لياسر، ياسر لإسماعيل، اسماعيل بيغير الاتجاه بيقرر يسدد بهاللحظات لكن تسديدته اجت قصيره، ولاعبين الحكمه بسرعه بيسيطروا على الوضع خاصه من خلال محمد آشا. إلي مشنطف بيتنقلوا الطابه بالجو ليسيطر عليها بشكل نهائي محمد آشا. الساعه
لأسان، بيعطي جون كلود رباط، رباط لأسان توصل لفادي. محمد قرر يدخل بهاللحظات، يعطي إليم شنطف، إليم شنطف تحت السلة، وبلوك شوت ناجح من إسماعيل أحمد على إليم شنطف. طبي عم بتصير خارج الملعب، نرجع نشوف محاولة الدخول من إليم شنطف والبلوك شوت من إسماعيل أحمد. دقيقة وخمس ثواني لنهاية الشوط الأول. جمال روبنسون بيعطي وليد، وليد بسدد وبسجل أول سلة بهالمباراة لوليد دمياطي، إجت بعد مرور 19 دقيقة على بداية المباراة. جون كلود رباط عم بيرد لأسان، أسان بيعطي فادي، إليم شنطف بيقرر يسدد، بيرجع بيسيطر، والحكم بيقول، الحكم الاوكراني رومان ريشيك بيقول انه زون على إليم شنطف، اللي كان في محاولة سرقة للطابة من إسماعيل أحمد، وتايم أوت جديد عم نشوفه بهاللحظات، والنتيجة لمصلحة الحكمة 10 نقاط 41-31. الريباوندر هو انداي ب 10، 4 لاشا و2 لجودة مشنتف والخطيب. جمال روبنسون، غازي دفاع ناجح من إليم شنطف على غازي، وتسريع للطابة من إليم شنطف لأسان، أسان عم بيتعرض للخطأ، ومرتكب الخطأ هو ياسر الحج، والخطأ الأول على ياسر الحج. الفريقين متعدلين بالأخطاء، 7 أخطاء لكل فريق، وأكيد بآخر 16 ثانية ونص الأخطاء يلي رح ترتكب رح تسمح للفريق المقابل بتسديد تاني من المنطقة الحرة. أسان أول تسديدة بسجلها مع 10 نقطة و10 ريباوند. آشا دفاع رائع من آشا، أو هجوم رائع بيسيطر على الأوفنسيف ريباوند، وبيخلق محاولة جديدة لفريق الحكمة بآخر 6 ثواني. آشا شو رح يعمل؟ عم بيجرب يخترق بهاللحظات آشا، ويسدد آشا، لكن بهاللحظات أكيد الحكام عم بيعلنوا نهاية الشوط الأول لمصلحة فريق الحكمة 42-31. شوط أول رائع جدا، مثير جدا، حماسي جدا، أكيد هالشيء رح ينطبق كمان على الشوط الثاني، لأنه بهالشوط الثاني لاعبي الرياضة رح يجربوا يقلصوا الفارق، بذات الوقت لاعبي الحكمة رح يجربوا يفوزوا على أرضهم. خليكم معنا دقيقة مع الإعلان وبنرجع مباشرة لنادي الرياضي غزير لنتابع الشوط الثاني. أول لاعبي الحكمة شفناهم من بداية اللقاء كانوا دائما أصحاب المبادرة بالتقدم، مع العلم إنه لاعبي الرياضي قدروا عدة مرات عدلوا النتيجة وتقدموا مرة واحدة قبل ما يرجع إليم شنطف وينجح بعدة رميات ثلاثية، وبذات الوقت تشوف ياسر الحج الأبرز بفريق الرياضي واللي كان أفضل المسجلين بعشر نقاط بصفوف هالفريق، ولكن إليم شنطف كان سجل 13 نقطة منهم 9 نقاط بالرميات الثلاثية. عن النقطة تقريبا 50% للحكمة، لكن أفضل فريق الرياضي اللي سجل 4-6 بالنقطتين 10-23 9-17 للرياضي عن 3 نقاط 6-11، وهون كان عامل الفارق، بينما الرياضي سددوا 7 مرات وسجلوا 3 منهم. سيطرة الريباوند واضحة بشكل هائل لمصلحة الحكمة، اللي شفناهم سيطروا على الأوفنسيف والديفنسيف ريباوند ب 21 ريباوند مقابل 9 للرياضي، ستيلز 4 مقابل 5،
ولكن الاسيست كان في تقدم للرياضي على الحكمي بثلاثة اسيست، تيرن اوفر 10 مقابل 9، والبلوك شوت 4 للرياضي مقابل 1 بس للحكمي. هيدي هي الارقام يلي اكيد بتعكس تقدم فريق الحكمي بنتيجه 42 و31. وطبعا شكر لزميلنا فيليب عيسى الخوري يلي عم بيترجم شغل شباب الانترلينك لارقام انهت الشوط الاول 42 و31. واكيد عم تقدروا تعرفوا كل لاعب شو عم يقدر يعمل، كيف عم بتكون تطور ادائه خلال المباراه، كم نقطة، كم ريباوند، كم اسيست. وال 1493 هو الرقم يلي من خلال أي جهاز خليوي فيكم تتصلوا فيه تعطوا أجوبتكم، وطبعا تربحوا جوائز مالية نقدية. الحكام عم بيطلبوا من الفريقين الاستعداد ويتوجهوا لداخل أرض الملعب. حكام المباراة يلي بالشوط الأول أظهروا طريقة فريدة من نوعها بإيادة هالمباراة، وأكيد صفراتهم العادلة كانت مسيطرة على الجانبين وما شفنا أي احتجاج على أي صفرة اللي كان. بنش فريق الحكمة وجوزيف فوغل يلي بعد ما شفناه دخل أرض الملعب. بذات الوقت شريف عزمي عم بيعطي التعليمات الأخيرة للاعبينه حتى يدخلوا أجواء الشوط الثاني. 8 نقاط كان سجل جمال روبنسون خلال الشوط الأول، وياسر الحج 10، 6 لإسماعيل أحمد، 3 لسمير جودة، 2 لشربل شيباني، وسلتين نقطتين كمان لوليد دمياطي. بينما أفضل المسجلين بفريق الحكمة والمباراة كان إليم شنطف ب 13 نقطة، 6 لمحمد آشا، 12 لأسان دايف، هادي الخطيب سجل 9 نقاط، وبدر مكي سجل سلة وحدة. التحضيرات الأخيرة وصفرة استدعاء التشكيلتين الأساسيتين أطلقها حاليا حكمي المباراة، الأوكراني رومان ريزيك والبلغاري فلامين سيميونوف. وفريق الحكمة قبل وصوله لهالمباراة كان فايز بكل مبارياته السابقة، بينما فريق الرياضي كان تعرض لخسارة وحدة قدام فريق الأنترانيك على أرض فريق الأنترانيك. تشكيلة الحكمة اللي عم نشوفها صارت داخل أرض الملعب، فادي الخطيب، إليم شنتف، جون كلود رباط، محمد آشا بالإضافة لأسانداي. بينما تشكيلة الرياضي سمير جودة، اسماعيل احمد، ياسر الحاج، غازي يوستاني، ووليد دمياطي. وطبعا اللاعبين عم بيسلموا على بعضهم بكل روح رياضية وبانتظار صفرة ال 20 دقيقة الجديد. فريق الحكمة برجع بذكركم ومثل ما شايفين بالنتيجة 42 31، سريعة جدا، والخطأ كان أسرع من ناحية إليم شنطف. هوني سرعة ياسر والخطأ يلي ارتكبوا إليم شنطف حتى يوقف ياسر الحج، تسجيل سلة شبه أكيدة. محاولة أولى لياسر مش عم يتوفق فيها، عنده بعد محاولة ثانية. 10 نقاط وريباوند 1 لياسر، محاولة ثانية كمان ما بيتوفق فيها، والطابة خارج الملعب للرياضي. بيستلمها سريعا جون كلود رباط، بيعطيها لإليم شنطف، محمد آشا المراقب من غازي بستاني، بيعطي أسان، أسان تسديده من أسان ببداية هالشوط كمان اير بول ما توفق فيها أسان. سمير جودة عم بيسدد كمان ما عم بيتوفق، والطابة بترجع له سمير جودة وللمرة الثانية عم بينجح. محاولة أولى ما توفق فيها، لكن الثانية
رفعت له نقاطه لخمسة، وهيدي أول سلة لإله بالشوط الثاني، وهيدي الإعادة. سمير جودة عم ينزل الفارق إلى 9 نقاط، 42-33. عشا لجون كلود، جون كلود لاعب بيتكل عليه المدرب غسان ساركيس بسرعته، وتسديده من فادي الخطيب هون. فادي كمان ما توفق. بالمقابل ياسر عم يحصل كمان على خطا ثاني من اسان. الخطا الثاني على لاعبي الحكمي بهالشوط، واحد كنا شفناه، او الخطا الاول كنا شفناه بعد بدايه الشوط بثانيه او بثانيتين، ارتكبوا ايدي مشنطف على ياسر، وحاليا اسان حتى يوقف ياسر كمان عم بيتكي عليه خطا، لكن ياسر ما عم بيكون موفق بالتسديدات الثلاثيه، عفوا بالتسديدات الحره. وحده من اربعه طبعا، حاليا وحده من اثنين، وقبل شوي كنا شفناه سدد مرتين بدون ما يسجل، نسبه تسجيله 25% بالرميات الحره. ياسر عاش عم ينقل طابه لثاني ميله عاليه جدا بدون ما يسيطر عليها جون كلود رباط. غازي يعطي سريعا لسمير جودة، جودة بسدد بدون ما يتوفق، وصراع على الطابة بين فادي وياسر حاج بينتهي لمصلحة فادي الخطيب، يلي نقل طابته لآشا، من آشا لأسان. أسان وأسان المرة عن الثلاث نقاط، ثالث تسديدة لأسان عن ثلاث نقاط، كنا شفناه بالشوط الأول سدد مرتين ونجح مرتين، حاليا عم بسدد بدون ما ينجح. ياسر حاج نقاطه صاروا 13، ونزل الفارق لست نقاط من بعد ما كان 11 نقطة عند نهاية الشوط الأول. 42-36. طابي بجرب يخطفها إسماعيل أحمد من إليم شنطر، وفيكين إسكيتشان بيدخل بدل من جون كلود رباط. عاشا حرك الطابة لأسان، خمس نقاط متتالية للرياضي بهالشوط بدون ولا أي نقطة للحكمي. عاشا بينقل لإلي، إلي عن ثلاث نقاط، محاولة ثلاث نقاط من إلي تكون غير موفقة، بيرجع بيستلم الطابة إلي، وتحت السلة عم بيحاول ما بينجح كمان إلي شنطر. الطابة بتبقى خارج الملعب لمصلحة فريق الحكمي، بيستلمها فادي الخطيب من عاشا إلي، إلي بغير اتجاهه عدة مرات، بيعطي أسان يلي بطريقه ولا اروع بينخض على سله الرياضي، يحصل على خطا اسماعيل احمد وبزيد الوقت يسجل سله. شوفوا هالاسيست من ايليم شنتف يلي ضب كل الدفاع صوبه وفتح الطريق قدام اسان. نرجع بنشوفها 14 نقطة لاسان، وعنده محاولة إضافية. حكم قلب الغارس ميونوف بيقول في خطأ بتحرك لاعبي الرياضي، وبيطلب من أسان إنه يرجع يعيد المحاولة الحرة الإضافية. أسان كمان للمرة الثانية ما عم بيتوفق بهالمحاولة، وبيرفع النتيجة 44-36. أول سلة للحكمة بعد مرور دقيقتين و50 ثانية من الشوط الثاني طبعا. ياسر وليد عن ثلاثة، ووليد بينجح عن ثلاثة بالوقت المناسب لوليد دمياطي. أول ثلاثية لوليد دمياطي من بعد ما كان سبقه مرتين جمال روبنسون ومرة إسماعيل أحمد. وبترتفع الرميات الثلاثية الناجحة لفريق الرياضي لأربعة من أصل سبع محاولات أو ثمان محاولات. غازي عم يعطي لجودة يلي نقل طابته لاسماعيل، بترجع لغازي، غازي عن ثلاثة ما بيتوفق، غازي عن ثلاثة. فادي عم يعطي إلي،
اللي عم بيحصل على خطأ من غازي، وخطأ غازي هو الأول عليه بهالمباراة والثاني على فريق الرياضي بهالشوط الثاني. نرجع نشوف الخطأ. موف كان ناجح لإليم شنطف من خلاله قدر يحصل على الخطأ، وتبديل بصفوف الرياضي مع عودة جمال روبنسون وخروج إسماعيل أحمد. عشا بغير اتجاهه، عم يخترق المنطقة، عم يحمي بجسمه ويسجل كمان أول سلة لإله آشا بهالشوط الثاني، ولكن اعتراض بكين اسكيتجان لجمال روبنسون بينتهي بخطأ على لاعب الحكمي، وهو خطأه الثاني بهالمباراة والثالث بهالشوط الثاني على فريق الحكمي. 46-39. وليد بيستلم من جودة، بيخترق المنطقة وبيحصل كمان على خطأ. الخطأ اجى من ناحية كابتن الحكمي اللي ارتكب خطأ على كابتن الرياضي، وخطأ إليم شنطف هو الثالث. طبي انعطى لوليد دمياط حتى يسدد مرتين، خمس نقاط واثنين ريباوند واسيست وحده لوليد. محاولة أولى لدمياطي عن غني الحرة ما بينجح فيها. الثانية كمان ما بيتوفق فيها وليد. تبقى النتيجة على حالها 46-39. أربع دقايق ونص مرقوا على بداية الشوط. جمال أو آشا عم بيخترق وعم بيعطي إليم شنطف عن الثلاث نقاط. محاولة إليم شنطف السابعة بيسجل أربعة، وهيدي وحدة منهم بيرفع نقاطه ل 16 كأفضل مسجل لغاية هلا بهالمباراة. ياسر حاج بمحاولة رد بيتوفق بالرغم من دفاع قاسي جدا من فيكان. 15 نقطة لياسر الحاج مقابل 16 لإليم شنطف، هولي أول وثاني أفضل مسجلين بهالمباراة. عشا بيعطي الخطيب، خطيب مراقب من وليد بيسدد، طابة كانت عم تتجه يمكن لتدخل لما حاول يكملها حسان وفشل بهالمحاولة. بهالوقت وليد دمياطي عم بيرفع نقاطه لسبعة. تسعة واربعين 43 الفارق بعده ست نقاط بالرغم من انه كان 11 عند نهاية الشوط الأول. وليد شنطف يعطي لداخل المنطقة، لكن اعتراض جمال روبنسون للطابي، بيقول ان الطابي خارج الملعب لمصلحة الرياضي، وبالفعل الحكم بيقول انه لاعبي الحكمي لمسوا الطابي من بعد جمال روبنسون. غازي بستاني واعتراض ناجح بالمقابل لإليم شنطف، بحط الطابي خارج الملعب. إليم شنطف بعده عم يطلب من الحكم انه ظلمه بهالطابه الاخيره، لكن معطيات الحكم طبعا بتشير للمس لاعبي الحكمي للطابه. واسست رائع، لكن تدخل اروع كان من اسان قبل ما ينفذ ياسر الحاج محاولته. ياسر عم ينقل لجمال، جمال لسمير، سمير بيعرف انه في عملاق قباله. مش معقول، سمير جودة بفش خلقه بدنك ولا اروع، وبذات الوقت عم بيحصل على خطا من اسان. نرجع نشوفه الاعاده ومن زاويه ثانيه. سمير جودة وبطريقه ولا اجمل بحط نقطته السابعه، وعنده محاوله اضافيه، نزل الفارق لاربعه وعنده امكانيه ينزله لثلاثه بحال توفق، وبالفعل سمير جودة بينزل الفارق لثلاث نقاط. 49-46. محمد آشا، آشا غازي بستاني عم يراقبه بقوة، بيستفيد من سكرين أمن له إياه فيكان بالعالي، عم بيرد بالسريع، على السريع عم بيرد أسان الداي، عم بياخذ الأوفنسيف ريباوند وعم بيرد دانك، وأكيد عم بيوجه نظراته صوب سمير جودة، والمعركة مرجحة إنه ترتفع أكثر وأكثر بين هاللاعبين. سمير جودة يستلم
من مراقبة أسان عم بيسدد ولكن مش كثير مرتاح بالرغم من هالكل هالشيء. بيسجل سمير جودة نقطته العاشرة وبيترك الفارق 3 نقاط 51-48. فادي الخطيب بيعطي فيكان، فيكان بيسدد ما بيتوفق والطابة بتنتهي بين ايدين اشا، اشا لاسان، اسان على السريع اسيست رائع من محمد اشا لاسان داي اللي بيرفع نقاطه ل 16. وتقدم فريقه 5 نقاط 53-48. وليد دمياطي عم ياخذ كل وقته بيترك طابة لغازي بتاع منطقة للاعبين حكمي، ياسر بيستلم من برا وبيدخل وبيتعرض لخطأ سلة غير محتسبة، الصفرة كانت واضحة تماما قبل ما جرب ياسر انه يطلع وهون الخطأ صار. والحكم مثل ما عم بتشير مثل ما عم تشوفوه عم بيشير ما في سلة محتسبة، لكن في خطأ ثالث على فيكان اسكيتجيان. جمال روبنسون بيلو في اشا يلي بيرتكب خطا عليه، اشا اخطاء الحكمه ارتفعت بسرعه لسبع اخطاء وهالشيء رح يكون عامل ايجابي لمصلحه الرياضي يلي بس معه خطاين من بدايه الشوط. بذكركم انه مرق 7 دقائق و21 ثانيه على بدايه الشوط، سبع اخطاء على فريق الحكمه وخطاين على الرياضي. وليد دمياطي بيسدد واسان بيحصل على ريباوند وبياخذ خطا كمان من جمال روبنسون يلي كان مندفع بطريقة سريعة وطبعا ما بيقدر يسيطر على خطواته. خطأ ثالث على الرياضي اذا. محمد اشا اللي هو حاليا بمرر لفيكان بيرجع بيستلم منه، اشا بيقرر يخترق بهاللحظات يمرر مرة جديدة الاسيست الاروع. كنا شفنا قبل شوي اشا اللي عم بيعطي اسان عم بيقدم له اياهم على طبق من فضه، اسان ما عم بيتاخر ولا اي لحظه بتنفيذ اجمل الدانك. رجعوا شوفوها هيدي للمره الثانيه على التوالي عم نشوف اشا عم بيمرر عم بيضب الدفاع كله صوبه عم بيمرر لاسان بطريقه حلوه واسان ما عم بيتاخر ولا اي لحظه بالتسديد وعم يسدد بدانك. واكيد جمهور كره السله بيحب الاستعراض وبحب هالسلات القوية ومن زاوية ثانية كمان، مدري ثالثة مدري رابعة. تايم اوت عم بيطلبوا شريف عزمي وفريقه حاليا متأخر 7 نقاط 55-48. افضل المسجلين داي ب 20 نقطة 16 لبشنتر 15 للحاج 10 لجودة و9 للخطيب. جول تندينج وسلة مكتسبة لمصلحة الرياضي. نرجع نشوفها مروان علي احمد دخل صفوف الرياضي ليتوكل مهمه مراقبه ايليم شنتف وعم يرتكب اول خطا على ايليم شنتف، وعفوا خطا بيصفر على ياسر الحاج مش على مروان علي احمد. هيدي بالاعاده كانت واضحه ومن زاويه ثانيه كمان ايد الشمال لياسر الحاج، وهو الخطا الثاني على ياسر الحاج والرابع على فريق الرياضي بهالشوط. فادي الخطيب بيعطي لأسان، أسان عم بيمرر من بين اجرين سمير جودة طب بتوصل لخارج الملعب.
فادي الخطيب بالقوة عم يدخل، باسكت ان كمان لفادي الخطيب، عم بيحصل على الخطأ، السلة محتسبة لفادي الخطيب والخطأ بيتصفر ليسمح لفادي الخطيب. هون الإعادة، خطأ تصفر على وليد دمياطي بهاللحظات لما كان بلش الموف والتسديد فادي الخطيب. عشر نقطة للخطيب ومرشحين أن يزيدوا ل 12 نقطة. بالفعل فادي الخطيب بكل ثقة بحط رميته الإضافية للتذكير، بس إنه فادي الخطيب برميات الحرة صار مسدد ثلاثة وموفق فيهم ثلاثتهم. محاولة ثلاثية هون كنا شفناها لوليد دمياطي، ما توفق فيها وليد، والطابة بتنتقل سريعا ل بيكان يلي عم يعمل كان موف سريع، لكن بهالموف جبر وليد دمياطي انه يوقفه يلي بيعتذر منه كمان بكل روح رياضيه، بيوقفه بخطا ثالث وليد دمياطي. ارجع شوفوا الاعاده، ثلاث لاعبين دغري تجمعوا على فيكان، وليد واحد منهم، ياسر الثاني وجمال روبنسون الثالث، لكن وليد هو اللي ارتكب الخطا وسمح لفيكان بهالتسديدتين. الاولي ما توفق فيها فيكان، عنده بعد محاولة واحدة. 58-50 و59-50 بنجاح فيكان بالتسديد واحدة من اثنين وتسجيله أول نقطة له بهالمباراة. جمال روبنسون عن ثلاثة، طابته بترتد لإيدين محمد آشا. محاولة خامسة عن ثلاث نقاط لجمال روبنسون، بذكركم سجل اثنين من خمسة. حكم هون عم يصفر، عم يصفر خطأ على لاعب الرياضي جمال روبنسون. روبنسون خطأه الثاني، والفاول او عامل الاخطاء صار متعادل للفريقين، اثنيناتهم معهم سبع اخطاء، ومن هلا وطالع لفتره 10 دقائق و38 ثانيه الوقت المتبقي، كل خطأ رح يرتكبه اي فريق رح يتحول لرميات حره للفريق المقابل. محاولة نقطتين كنا شفناها لديكان اسكيتجان ما توفق فيها، بنتقل لوليد على السريع. وليد مش معقولة، مش معقولة، وليد وجمال روبنسون هلا الرائعة يلي فرجونا اياها هلا، اكيد رح ترجعوا تشوفوها من عدة زوايا، هيدي وحدة منهم حلوة كثير، التنسيق الرائع بين وليد وجمال روبنسون. الكل تفاجئ الطابة لوين رايحة، لكن الوحيد يلي ما تفاجئ هو جمال روبنسون يلي كمان من زاوية جديدة عم بفرجي كمان أحلى الشو. والخطأ الحالي هو الرابع على وليد دمياطي، كان ارتكب وليد. نحن وعم نشوف الإعادة والأليوك يلي كان عم بيعطيها لجمال روبنسون. 12 نقطة فادي الخطيب مع 3 ريباوند وأسست واحد. أول محاولة بسجلها 4-4 فادي الخطيب و13 نقطة. 60-58 و 14 نقطة لفادي الخطيب و 61-52. مروان علي أحمد، مروان عم ينبش، بيعطي زميله بالفريق سمير جودة بيرد له إياها. مروان بطريقة حلوة، مروان بيسجل أول سلة لإله وأول نقطتين لمروان علي أحمد بهاللقاء، نزل فيهم الفارق لسبع نقاط من بعد ما كان تسعة. فادي استلم من أسان وفادي عم يسدد ولكن غير موفق. مروان علي أحمد، ياسر، وليد، سمير جودة، ووليد يعطي مروان، مروان قرر يدخل المنطقة ويعطي ياسر، لكن دانك كيف عفوا او بلاك شوت نفذها بطريقة حلوة كثير، ووكينج على فادي الخطيب بالوقت اللي رح نرجع نشوف فيه البلاك شوت من الساننداي بمحاولة ياسر الحاج، وتسرع فادي الخطيب يمنع فريق الحكمة من تسجيل سلة إضافية ونقطتين جديد. طابة تنتقل للرياضي بعد ووكينج
فادي الخطيب من دقيقة و55 ثانية للنهاية. جمال روبنسون بيستلم بابي بيدخل وفورسينج من جمال روبنسون، خطأ هجومي. أسان داي وقف بالمكان المناسب وبالطريقة المناسبة، شوفوا كيف وقف وثبت حاله وجبر اللاعب انه يرتكب الووكينج. جمال روبنسون كان مندفع بطريقة انه مش قادر بقى يسيطر على خطواته وانجبر انه يرتكب هالفورسينج، واكيد ينقل الطابة لمصلحة محمد آشا وفريق الحكمي يلي مستمر بتقدمه من بداية هالشوط الثاني ولغاية هلا وعلى مراحل مختلفة أو بفوارق مختلفة. حاليا متقدم بسبع نقاط 61-54. آشا للخطيب، الخطيب مراقب من شربل شيباني بيستدير وبيسدد فادي الخطيب بطريقة حلوة كثير. 16 نقطة لفادي الخطيب. 63-54 رجع الفارق إلى 9 نقاط. جودة عم بيعمل ذات الطريقة يلي عملها الخطيب، عم يستدير ويجرب يسدد لكن بدون ما يتوفق. اللي مشنتف يستلم من آشا، مشنتف يستفيد من سكرين أمله إياها في كان إسكيتشيان ليسدد عن الثلاث نقاط، لكن تسديدته الحالية عن الثلاث نقاط هي الثامنة. نجح بأربعة وفشل بأربعة، بكين اسكيتشيان عم بينجح بالسيطرة على الطابة، ينقلها لآشا، آشا عم بيروق الوضع وبطريقة رايقة جدا بيحصل على خطأ من مروان علي أحمد. مروان علي أحمد هو خطأه الأول باللقاء. الإعادة خطأ مروان علي أحمد وبزيت الوقت تعليمات بوجه مبتسم من غسان سركيس لفادي الخطيب. جورج شيباني عم يدخل بدل من شربل شيباني. آشا أول محاولة مسجلها. ثانية بخلصوها لاعبين رياضي من خلال ياسر الحاج. 64-54 جورج شيباني دينامو والمحرك اللي ما بيتعب. جورج شيباني دخل ارض الملعب حاليا عم ياخذ كل وقته بتوزيع الطابه بيعطيها لياسر، ياسر لسمير، سمير لمروان، مروان بيسدد لكن بدون ما يتوفق. محمد آشا وأسلام نداي بيتصارعوا على الطابة لتنتهي بين إيدين محمد آشا. في خطأ من جورج شيباني، هو الخطأ الثالث على جورج شيباني. تايم أوت عم يطلبوا حاليا مدرب فريق الرياضي شريف عزمي. فريقه متأخر بعشر نقاط 64-54. Some days it's so hard to decide. But there is always a solution. GMA, any age, any style, any budget. And now, big, big sale, 70% at GMA Pop 84. For the first time, deny it. Move, you wait. Fadi بتطلع لهون. He will set you a backdoor screen and then you post again. And then we feed the low post. And Muhammad now we have a mistake. سبع دقائق وثانيتين لنهاية الشوط والمباراة بين فريقي الحكمي والرياضي. وأكيد محمد آشا رح ينفذ الخطأ يلي ارتكب بحقه.
عشا اول محاوله ما توفق فيها عشا بالرميه الحره نجح مره من خمسه بالمحاوله الثانيه بيسجل عشا رصيده بصير 10 نقاط وبالرميه الحره 2 على 6 جورج شيباني مراقب من فادي الخطيب بيتركها لاسماعيل اسماعيل ياسر ياسر مروان لسمير سمير جودة بالقوه بده يخترق المنطقه وبالفعل بينجح وبيسجل مع 10 نقطة لسمير جودة شوف الإعادة لسمير جودة والضربة الموفقة الأخيرة يلي نزل فيها الفريق ل 65-56 عن الثلاث نقاط عم بيرد إليه مشانتف لكن ما كان موفق إليه تسديدته التاسعة برجع بذكركم سجل 4-9 شاربين شيباني أو عفوا جورج شيباني بيعطي لاسماعيل اسماعيل وبلاك شوت رائع من اسان بوجه اسماعيل كان اسكيجان لفادي الخطيب فادي الخطيب موه عن الثلاثه لكن قرر يحتفظ بالطابه ويجبر ياسر الحج على ارتكاب الخطا خطا ياسر الحج هو الرقم ثلاثه هالشيء رح يعطي فادي تسديدتين 4-4 بالتسديدات السابقه فادي الخطيب خمسة على خمسة 17 نقطة لهاللاعب 18 نقطة لفادي الخطيب 67-56 الفريق رجع ارتفع على 11 نقطة جورج شيباني عم بجرب وبينجح بالفعل أسان كان منتظر جورج شيباني انه يمرق الطابة مشان هيك ما طلع له لكن خدعه بطريقة ذكية جورج شيباني وسجل أول سلة لإله جورج شيباني نزل الفريق رجع لتسعة كريم شنطر مستلم من محمد آشا بيروق اللعبة أكثر خبرة قائد الحكمي بتقول له اللعبة لازم تكون رايقة بهاللحظات لأنه التقدم مريح لمصلحة فريقه لازم يجرب يستغل الثواني الممكنة ويجرب يسدد بالآخر ويحصل على تسديدات ناجحة شنطة 18 نقطة ورد الفارق ل 11 69-58 خمس دقايق وأربع ثواني للنهاية وفادي الخطيب عم يرتكب خطأ خطأ بصفروه بذات الوقت الحكمين الشيك وسيميونوف زيك وسيميونوف تحكيم بالفعل رائع لهالحكمين البلغاري والأوكراني لهالمباراة الرائعة كمان بالفعل شيباني أول محاولة خارج سلة الحكمة نقطتين لشيباني ريباوند واحد وأسست واحد وحدة من اثنين بيرفع نقاطه لثلاثة وبينزل الفريق مرة جديدة لعشر نقاط 69-59 بهاللحظات مزيارة فريق مزيارة بفوز على أنيبال بنتيجة 90-74 يلي حابب يعرف شو عم يعمل فريق شمال مقابل فريق البقاع اللي مشان تعرف عم يرتكب هون خطأه الرابع اكيد مش بقصده رح يسمح باخر 4 دقائق و39 ثانية لاسماعيل احمد بتسديدتين وهذا الخطا الرابع مثل ما قلت لكم على اليم شنطف ست نقاط لاسماعيل احمد مع 3 ريباوند و4 اسيست حاليا بيرفعهم لسبع نقاط الست نقاط كلهم كان سجلهم بالشوط الاول اسماعيل المحاولة الثانية غير موفقة وطابي بيقولوا عنها الحكام انها لمصلحة الحكمة الوقت يلي اسام كان سيطر على ريباوند لخطأ بتحرك سمير جودة 69-60 كل الاحتمالات مع دوادي طابي بيقطعها اسماعيل وبيجرب ينفذها مروان علي احمد لكنه بيرتكب الووكينج مروان علي احمد
بيخسر فريقه إمكانية الاستفادة من هالطابة وتنزيل الفارق من 9 نقاط لسبع نقاط. باسم فول كورت عم بيطبقوه حاليا لاعبي الرياضي وعم بينجحوا إلى حد ما، لكن الطابة حاليا توصل لمشنطف يلي بيحميها. 10 10 بيعطي بيكان، من بيكان لإلي، إلي بياخذ مركز بسدد ومتابعة من عشا ما بيتوفق، لكن كمان ريباوند لحسان وصفرة خطأ عم نشوفها على لاعب الحكمي الرقم 8 محمد عشا. هون عم نشوف الخطأ اللي ارتكبه على سمير جودة. سمير جودة عنده محاولتين 12 نقطة لهاللاعب و6 ريباوند و2 اسيست 13 نقطة. المحاولة الثانية ما بيتوفق فيها جودة. خطأ مروان علي أحمد. نرجع نشوف بيكان اللي بيتعرض لدفشه بايده الشمال لمروان علي احمد. مروان ما كان مصدق الصفره، لكن هذا خطا مروان الثاني بمباراه بعد باقي منها 3 دقائق و56 ثانيه وفريق الحكمه متقدم 8 نقاط. بيكان اسكيجان بيرفعهم ل 9 نقاط والنتيجه 70-61. محاولة ثانية لبيكان غير موفقة لبيكان. مروان علي أحمد ينبش بيعطي إسماعيل، لكن كان قطعها محمد قاشا لفادي الخطيب. فادي الخطيب عم يتعرض للخطأ من إسماعيل أحمد. هيدي أهمية ستيل مثل ما شفنا قاشا يلي سرق الطابة هون وحضر هجمة سريعة جبر من خلالها اسماعيل احمد انه يرتكب بالخطأ على فادي الخطيب. هو الخطأ الثاني على اسماعيل احمد، يسمح لفادي الخطيب تسديد ثاني جديد. 19 نقطة لفادي الخطيب يلي صار ناجح بكل رمياته الحرة، 3 ريباوند واسست واحد. و20 نقطة لفادي الخطيب. اسماعيل بيعطي ياسر، ياسر وطابة حلوة كثير لسمير جودة. بكل قوة سمير جودة بينفذ هالدانك. نرجع نشوف طابة اللي استلمها جودة، تخطى مراقبة أسان وسجل بكل ثقة. لاعبي الحكمة بجربوا يستفيدوا من كل الثواني الممكنة وتضييع الوقت طبعا، واستفادة بنهاية 30 ثانية من سلي، 9 ثواني بعد باقيين لتنفيذ هالهجمة. إلين شنتف مدرك هالشيء، بيعطي طابة لفادي المرتاح عن الثلاث نقاط، فادي بيسدد عن الثلاثة لكن بدون ما يتوفق. وريباوند لسمير جودة، ثاني بسديدة عن الثلاث نقاط لفادي، نجح بوحدة وخسر وحدة. في كان عم بيرتكب خطأه الرابع. خطأ رابع إذا من فيكان. نرجع نشوفه كمان هون خطأ فيكان. إسماعيل بثلاث محاولات من المنطقة الحرة سجل اثنين وفشل بوحدة، حاليا عم يسجل ثلاثة من أربع محاولات. ثمان نقاط وثلاثة ريباوند وأربع أسيست لإسماعيل. المحاولة الإضافية كمان بسجلها. فريق التضامن متقدم حاليا 67-55 على فريق الهومنتمن بمباراة عم تجرى بذات الوقت بمجمع فؤاد شهاب الرياضي بجوني. بهالوقت كمال مروان علي احمد عم يرتكب خطأه الثالث على إيلين شنتف، وإيلين
عنده محاولتين من المنطقة الحرة، 18 نقطة لإلي، 4 ريباوند وأسست واحد، 19 نقطة لإلي مشنطف. هيدي الإعادة للخطأ. الثاني كمان 20 نقطة لإلي مشنطف، حلو مثل فادي الخطيب. دقيقتين ونص للنهاية. اسماعيل عم بيجرب يعطي لياسر، ياسر كمان قرر يخترق ويسدد ياسر كمان بدون ما يتوفق. اسماعيل بمحاولة هو ومحمد آشا بتنتهي لمصلحة آشا، وايزي باسكت عم نشوفه مع دانك لفادي الخطيب يلي عم يستفيد من هالطابة يلي أمنوا له إياها زملائه ليعطي التقدم لفريقه مرة جديدة. 11 نقطة، 76-65. دخلنا آخر دقيقتين من وقت المباراة. اسماعيل بيعطي ياسر، جورج بيني استلم من ياسر قرر يخترق، ودعانا دعانا كانت حلوة لجورج بيني. مشنطف عم بيهدي اللعبة أكثر، عم يجرب يحصل على أخطاء، لكن بخبرته نبيل حكمي طبعا رح يجربوا يستفيدوا من الثواني، ضيعوا الوقت. الطابي خارج الملعب للحكمي، وهذا دانك فادي الخطيب. 5 ثواني لتنفيذ الهجمة. أسان طابة تنتهي من جديد بين ايدين اسان يلي كان اخذ محاولة بدون ما يتوفق فيها، واكيد المطلوب مثل ما وضح لهم المدرب غسان سركيس انه روقوا اللعبة و 3 نقاط ولا اروع لإليم شنطف. 23 نقطة لإليم شنطف، 79-65. كانت المحاولة العاشرة عن 3 نقاط لإليم شنطف، سجل 5 وفشل ب5. 79-65 بالمقابل اسماعيل عم بجرب عن 3 نقاط، جورج بيني بفضل يعطيها لشخص كان مرتاح اكثر هو سمير جودة. 17 نقطة لسمير جودة. وفيكان كمان عم بياخذ هالوقت ليسجل نقطته الرابعة، 30 ثانية للنهاية، والنتيجة 81-67. بكل رواق عم بيستفيد من الاسيست ياسر الحج، مرة اسيست لمروان علي احمد، ومروان علي احمد حط نقطته الرابعة. قطع عم نشوفه هون على اسماعيل احمد، 81-79. نسبة ممتازة بالتسجيل من المنطقة الحرة، كل تسديداته نجح فيها، حاليا 8-8، ومحاولة 9 هون ما عم ينجح فيها. والدفاع حتى الثواني الأخيرة بعده مستمر بروعة. آشا عم بجرب كان يعطي أليوب لفادي الخطيب، لكن النتيجة النهائية هي 82-69 لمصلحة فريق الحكمي. وبنهاية هاللقاء ما فينا إلا أنه نقول أنه كرة السلة اللبنانية هي اللي فازت باللقاء، ولا أروع من هيك، بجمهور ولا أروع من هيك، وبنتيجة قدر حسمها فريق الحكمي لمصلحته بنتيجة 82-69. أكيد لقاءنا رح ينتهي نحن وياكم هون، لأنه صار موعد الأخبار على شاشة الـLBC، واكيد بنرجع بنتلاقى نحن وياكم بمباريات لاحقه. بكره موعدكم مع تيلي سبورت، من هلا لوقتها اطيب الاوقات على الـLBC، وارفور.